السلام عليكم. نبدا بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. اخواني اخواتي الله يبارك فيكم جميعا. طبعا كل الحب والشكر والتقدير لكل مين عم يشترك بالقناه وكل مين عم يدعم القناه. حبايب قلبي بارك الله فيكم ربي يحفظكم. منفوت بموضوعنا اللي هو موضوع كتير مهم وانطلب مني بالتعليقات وكتير اخوه والاخوات عم يسالوا عن هذا الموضوع ولازم احكي عنه بهي الفتره او بهذا الوقت اللي هو كيف يدخل انا الطيور اللي عندي بغيار الريش. طبعا في عندي مثلا فحل وانتاي، تمام؟ عندي الانتاي دخلت بمرحله القليش بس الذكر ما دخل بمرحله القليش، تمام اخواتي؟ يلي هي غيار الريش. اذا في عندي انا جوز مثلا بدي اياهم يفوتوا بغيار الريش مع بعض ويطلعوا مع بعض لحتى استفاد منه ان شاء الله بالموسم القادم، تمام اخواتي؟ هلا شو بساوي انا؟ عندي الانتاي او عندي الذكر مثلا فات بغيار الريش اللي نحن مثلا بنسميها القليش، تمام؟ طيب انا شو بدي اساوي بالمرحله هاي؟ بدي ادخل كمان الطير بغيار الريش، وفي منهم كتير شباب او اخو واخوات ما بيعرفوا كيف يدخلوا الطيور اللي عندهم بغيار الريش. طبعا انا ما بدي احكي بهذا الفيديو كيف انا بدي اعرف الطير عندي فايت بغيار الريش ولا لا، لاني انا حاكي عنه بفيديوهات سابقة. بتمنى ان الكل يروحوا يشاهدوا الفيديوهات اللي انا حكيت عنها بموضوع غيار الريش بجزئين كاملين ان شاء الله. مهم موضوعنا اليوم اللي هو انا عندي مثلا الطير هذا ما نوفايت بالقليش، انتايته فاتت بالقليش اللي هي انتايته، ولا في مثلا كتير ما بيعرفوا شاني قليش. القليش هو غيار الريش، فانا بدي ادخل الطير هذا مثلا بغيار الريش، شلون؟ شو هي الطريقة؟ طبعا في كتير طرق ونحكى على اليوتيوب بكتير طرق، بس في طريقتين هن مهمين ونحنا كنا نستعملهم، وزمان اول المربيين القدامى كمان كانوا يستعملوا دول الطريقتين لحتى ان شاء الله تفوت الطيور بغيار الريش بطريقة صحيحة 100% ان شاء الله وطبيعية اكيد. وهي الطريقة مو بس للكناري، حتى كمان ممكن انت تستعملها للحسون، يلي هي اول شيء لنقلكم الطرق المتعرف عليها. اول شيء ممكن انت تخفف ساعات الاضاءة اذا عندك انت مثلا بالغرفة، لنقول مثلا ساعات الاضاءة 14 ساعة، انا بنزلها دغري ديريكت لمثلا 7 ساعات او 8 ساعات، تمام؟ اذا في عندي انا مثلا خلطة العادية يلي هي مثلا نحنا منقدمها مثلا متعرف عليها، هي الخلطة هي الطبيعية العادية عم تقدمها لطيورك انت اخي الكريم اختي الكريمة، بدك تغير لون نوع الاكل يلي هو بيجي انا مثلا بقدم لون بدخل لهم مثلا بالخلطة زيادة، مثلا النسبة زيادة يلي هي مثلا القنبوز او بذور النيجر الحبة السوداء او مثلا بذور الفجل او الشوفان او الى اخره. يعني انا عكس ما اكون مثلا بفصل او بموسم التزاوج بيكون مثلا نسبة البري اكبر او اكتر، انا هون مخفف نسبة البري بلعب دور ببذور الدهنية يلي هي التكل عنا القنبوز او بذور النيجر، تمام؟ هاي اول او هاي تاني شغلة. اول شغلة حكينا عنها اللي هي الاضاءة، تاني شغلة اللي هي الخلطة او الاكل بذور. فهدول شغلتين كتير مهمين ممكن تتبعها انت مع الطير اللي انت عم تتعامل معه. اذا ما نجحت هالطريقة هاي ننتقل نحنا للطريقتين اللي نحنا بنستعملهم وان شاء الله تستفادوا عليها. بس قبل ما احكي عن هذا الموضوع، طبعا بتمنى من الاخوة المربيين جميعا، بالنسبة للاخوة والاخوات، اذا بدكم تاخذوا انتو من نفس الطيور اللي عندكم هلا انتاج الموسم الجاي ان شاء الله، بتمنى منكم توقفوا انتاج بهذا الوقت، لانه في اضرار كتير عديدة بالنسبة للاهالي، بالنسبة لانتاج البيض. ممكن يطلع عندك انت بيض مخصب بس ما يطلع البيض، ما يفقس البيض، درجات الحرارة كتير مرتفعة، ممكن البيض يفقس بس عندك الفراخ مثلا ممكن لا سمح الله يعني ما تعيش بالنسبة لموضوع درجة الحرارة كتير عالية. الانتاي عم تحضن الفراخ ممكن يموتوا لا سمح الله. فبتمنى من الجميع، لانه الكل عم يكتب لي بالتعليقات بعض الاسباب وبعض الشغلات اللي عم تصير معهم بهذا الوقت،
بتمنى منكم اخواني اخواتي الكل يوقف موضوع التزاوج بالنسبة لموضوع الكناري بهذا الوقت. حتى لو في عندك انت اخي الكريم اختي الكريمة، عندي انتاي جاهزة، عندي ذكر جاهز. في بعض الشباب عم يقولوا لي، عم يحاكوني على الخاص على الماسنجر، عم يقول لي انا عندي الفحل والانتاي جاهزين، تمام، وهن الانتاي لفت العش. فبالنسبة لهذا الموضوع اخي الكريم، الانتاي اكيد حتلف العش، لانه في عندها عش موجود او عندها سلة موجودة اللي حتلف العش. الذكر اذا انت حطته مع انتاي اكيد لح ياخد الانتاي، لح يبكى يعني، لح انتاي حتبيض، فممكن يعني ما تاخد انتاج. هلا الا اللهم اذا انت عم تزبط موضوع درجات الحرارة والاضاءة. بس انا نصيحتي لكم اخواني اخواتي، بتمنى من الجميع الكل يوقف انتاج بهذا الوقت او بهذا الموسم. خلينا احنا نحترم جميع المواسم اللي بتمر فيها طيورنا، تمام، لحتى ان شاء الله ناخد انتاج سليم وناخد صحة سليمة بالموسم الجاي باذن الله. نرجع لموضوعنا اللي هو اول طريقة بتحطوا انتو عندكم مثلا كيس. انا في عندي مثلا هذا الكيس، كيس خام، نحن بنسميه كيس خام، تمام. هذا الكيس اللي انتو شايفينه قدام عينكم هون، انا مغطي فيه الطير. مثلا انا في عندي مثلا جوزين او ثلاثة، فما بدي العب موضوع الساعة تنزل وطلع، لا، انا بدي مثلا بس قلش هذا الطير او دخل هذا الطير بغيار الريش. رح فرجيكم الطريقة انتو قدام عينكم تشوفوا شلون ان شاء الله بالصوت والصورة. هذا القفص، طبعا نقي انا قفص صغير بالطريقة هاي، بتسكر عليه كليا بالطريقة هاي، انا سكرت عليه، منعت عنه الضوء. هلا في كتير مثلا ممكن يقول انه والله مثلا معقول ما يعرف ياكل، مثلا ما بيعرف يشرب كذا، لا، بالنسبة لهذا الموضوع ما تاكله هم، الطير لحاله رح يعرف ياكل ورح يعرف وين الاكل ورح يعرف وين المي. انا بالنسبة لي كنت اتعامل مع انتاي كانت عمياء، كانت تاكل وكانت تشرب وحتى كانت طعمي فراخة، فهذا الموضوع ما تاكله هم. والطريقة الثانية اللي هي نفس هذا الموضوع، اللي ما عنده هذا الكيس ممكن تحط كرتونة اخي الكريم، ممكن انت تجيب مثلا كرتونة، تحط كرتونة وتسكر على القفص تسكيرة كاملة، فهذا شيء يعني ما بضر الطير ولا بيخنق الطير لا سمح الله ولا اي شيء. نحن كنا نجيب كرتونة نسكر عنه او نسكر عليه تسكيرة كاملة، نسقب له تسقيب كم فتحة بس مشان انه يدخل هواء له، تسقب كم ثقب من هون مثلا وكم ثقب من هذا الجناب وكم ثقب من هذا الجناب، يعني ما في داعي يعني كذا ثقب بس. خلال 15 يوم بعد اذن رب العالمين ان شاء الله الطير عندك، او اذا كان ذكر ولا كان انتاي، لح يفوت بغيار الريش بطريقة طبيعية 100%. ان شاء الله تكونوا بهذا الفيديو استفدتوا وانتوا عم تستفادوا من قناتي. فاذا شفتوا قناتي وشفتوني بستاهل الدعم، بتمنى منكم ما تقصروا معي، بتمنى منكم دعمكم بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد. كان معكم ابن الشام، والسلام عليكم.